وصلنا مكان كشتتنا ونبدأ الآن في طبختنا. راح تكون سهلة جدا، وهي راح تكون طبخة للعزابية ما فيها صعوبة. معلش كحيت. بسم الله عليك بالرحمن الرحيم. الناس اللي يطلعون كشتات يبغون يصلحون فطائر خفيفة ظريفة ما فيها أي تعب، هي عبارة عن توست. وراح يساعدني سالم عشان ننجز بسرعة. راح تكون توست نوعين، بر وأبيض. أشرح لكم شرح سريع. هذه شريحتين من التوست نحطها فوق بعض، بعدين نحطها على المفردة، نمسكها قبل تطيح ونحطها بهذا الشكل ونفردها. كيف تنفرد كذا؟ ايوه اضغط ضغط. ايوه حد ما ترسق مع بعض. بسم الله عليك. قدم شوي قدم شوي. خلاص نعطيهم مثال 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 مثال. لا انا تحمست ما عليك. تكفى بالله ضامتني يدي. يلا تمام. بعدين تصير بهذا الشكل. عديناه من اول، ضبطناه من اول. هذا شكلها بهذا الشكل. بعدين غطى براد ولا اي شكل عندكم تبون او ينفع للتقطيع نحطه بهذا الشكل. تمام ونقطعه. لا هذه خلاص انتهت. لا نضرب كذا. لا لا انتهت مهمتها. بهذا الشكل ونقطع. نضغط ضغط قوي ونشيل الزوايد على جنب. تصبح بهذا الشكل، سهلة جدا ما فيها أي صعوبة. تمام. ونفس الطريقة نسويها على الباقي. يلا يا ديبان هات هذه. أيوه ولا هذه إضافة من عندي. حاول تشد عليها. نثبت أطرافها صح. طبعا راح نستخدم البيض والبوكس مات. عندي استفسار عن البوكس مات هذا. ايوه ليش سموه بوكس مات؟ والله باقي بسأل واشوف. هل هو سفرة كبيرة يعني؟ بيج. باقي بسأل واتأكد واعطيك خبر. ما عندي خلفية صراحة عشان ما اطلع او تطلع المعلومة خطأ. طيب تكمل عليهم ولا الخرج؟ مو اول مرة اجيها، انا جيتها قبل كذا. فالخرج من الاماكن اللي احبها صراحة، تسحرني بجمال طبيعتها، المزارع ما شاء الله تبارك الله، صوت الماء، مواطير البير. يعني حياتهم في الخرج صراحة، اللي يبغى يعيش أجواء القرى ويعيش أجواء الطبيعة. وفي ناس كثير يعني ما يحبون الضجيج والصخب، فأنا أشوف الخرج بيئة مناسبة جدا للي يبغى يروق مزاجه. الحين طال عمرك أخفق البيض. خفقته من أول بس ليش أخفقه زيادة. تمام هذا اللي بنغمس فيه التوست بعد ما قصقصناه، ونحطه في البوكس مات ونقليه في الزيت. هذا البوكس مات.